طعام. الحياة هي كل ما يحتاجه هذا الطفل للنجاة من وباء الكوليرا، مشهد لا تجده سوى في محافظة الحج. فالطفل علي البالغ من العمر 2 فقط، رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة، يغادر فيها المشفى على أمل ألا يعود، سرعان ما تتراجع صحته من جديد ليعود بحالة أسوأ من ذي قبل. أعطينا سوائل ومحاليل لن تحسنت حالة الطفل. الوالد للأسف أخذ الطفل وخرج به بدون إذن لوحده، استاءت حالته وعاد باليوم وهو في حالة جفاف شديد وداخل في حالة شوك. حليل هو يصارع من أجل البقاء، يعتبر واحدا من عشرات الحالات التي تصل لقسم العزل بمستشفى ابن خلدون بعاصمة محافظة الحج، حيث يرقد محسن الذي وصل من مديرية المسامير بحثا عن طبيب ينقذ حياته في منطقة باتت موبوءة بالكوليرا. وقال المرض هذا سهل وطرش، لا أشعر يعني بالحياة. مسبون ما مستشفى لما واحدة صحية حقنا محامة دول قربه رواح البيت ماشي ينفعه، روح المسامير دولنا قرب تمام، أنا تحولنا له. هكذا يحاول العمل الصحي سد هذه الفجوة لمنع الحشرات من نقل الوباء للمرضى بالكوليرا، لكن دون جدوى، ناهيك عن غرف تنعدم فيها وسائل الراحة، حتى وإن كانت حاضرة هنا فإنها خارج الخدمة في محافظة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وتعاني من اطفاء الكهرباء لساعات طويلة. ونريد الدعومات الأكثر للقسم العزل، لأن قسم العزل يشمل جميع مديريات المحافظة، الغبيطة، كيرش، استخدامنا من داخل كيرش ما يعادل يمكن 70 حالة و 80 حالة، من طور الباحة برضا أيضا، من مسيمير مع المسيمير وتبان الحوضة، لازم النظر إلى قسم العزل وتأهيله وتأهيله صح كقسم عزل في المحافظة. يوميا نحن نستقبل من 10 إلى 15 مريض مصاب بإسهال، يطلعوا منهم ما بين 2 إلى 5 مصابين بالكوليرا. رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها الطاقم الطبي لإدارة قسم العزل بمستشفى ابن خلدون، إلا أن المخاوف تزداد من انتشار وباء الكوليرا على نطاق قد يتعذر احتوائه في أوساط سكان المحافظة في ظل صمت وغياب المنظمات الدولية. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة الحج.